سؤال وانا يا سكري، ما حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب؟ تي القرآن قرن بودو نزاق باغهم بزاق نينغبوغ يلا باغهم بزاق بوغ سيغدم تو قرن قرآن زاكان بوغ بي تي مورا نالي كليني مورا فيغا وينام سوي ويني تبون لا حرج في ذلك تدبان تي البابي نروى تغن كارم القرآن زاق بوغ تي ميكم تي باغهم بيني. والواجب إخراج الكلب وعدم بقائه لا تدبان تبوم من هي تيلا نيلي لام وقد كان باها وبفزاق بوي فويه باغا يه زاق بوي لا ربحت بزاق بوي هنك ميكم تيا سبب رمتها بيينغ لينم يا ولا فوت لا باغا تيا بانين هنا صنفون تونسقو ما بانين هنا غون فوتيدو فوكودو ما زين هي فلوغ رمبا وماشي ما باغا هنا غون نغون فورمسي زين هم بس أبو كان سفنا جلي أيبو من هم بس يغدا بل النبي عليه الصلاة والسلام ولقى حديث من ربوغا تبسو من الهلام تواتي غن يوق باغا نبي غزاقين الهلام نواتي غن غوز باغا زاقين للا مي كميتي سبب رما تابين بانين هي تونس غباغا ما بانين هن نغوين رمسي ما بانين هن يسبب نغوين ولا بوين الهلام كودو ما الهلام لغرم بوتو توري لا هم بي سبب كان سلف تلباغ وانه زاقوا نبي ما عليه الصلاة والسلام حديثة تاتور يلي فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان تلبان تلي لام هو تلباغ وزاق بوان تبي سبب كان ستابا بيوهم في فا أبو غدا له لام كان يرسم دا تعال كر دار فا جل بوغن تيوالا قيراطيبو لبو غدا هي تيرسم نبوغا لم يكن تي حديث كان يا حديث انتي غيبو خالد مسلم بوغا والله ولي التوفيق أن هو إنهم لا سيغل سون صوبا تيمي كم تيمورا هنليك سوق راه سوق لهوتوني